الشغل بتاع ميزانية الإمكانيات الحديثة للتنسيق دوت هو مثل الفترة القانونية اللي بالقانون مثل العهد بتاع الهيئة اللي من 1 جانفي 2018 إلى 31 ماي 2018. دونك الميزانية هذي اللي معروضة للنقاش هو المبلغ بتاعها 8 مليون و322 ألف دينار. باش نقسم الميزانية مقسمة أساسا دونك 6 مليون دينار 6.7 مليون دينار متعلقة بنفقات التأشير و 1.4 مليون دينار اللي هي متعلقة بنفقات التسيير. نفقات التسيير منفصلة طبعا في الميزانية بكل ما هو نفقات أكل بكل ما هو المصارف العادية والوقود ونفقات الاستثمار ونفقات نقاط متاع الجلسة العالية دونك حنا عادة الميزانية اللي دونك بالنسبة دونك الميزانية التقسيم تاع الميزانية بين تقسم جوج أجزاء مهمة. الجزء الأول نفقات التسيير نفقات العنوان الأول والجزء الثاني نفقات العنوان الثاني باش نشوفوا سنة خاطر عاد العرض تاع الهيئة نقارب تاع النهاية تاعها باش تلاحظوا في الميزانية تاعنا سنة اللي ما عندناش نفقات ثانية وهي حاجة عادية دونك نجيو نفقات ثانية لكل يوم استثمارات دونك ما عندناش نفقات استثمارات خاطر عرض عليها قيمة المنتهي دونك ما عندناش نفقات استثمارات بقية المبلغ المخصص الكل بتاع 8.3 مليون دينار والكل اللي هو نفقات تسيير مقسم نفقات جزئية لكل ما في الجيو وكل ما وسائل المسار والتسيير دونك هذه المبالغ الجمعية بتاع معناها الميزانية اللي تم النقاش فيها مطولا بيت موضوع من اخر ورد كبير برشا مع وزاره الماليه قررت شهرين نتناقش معاهم على الميزانيه هذه هذه في الاخر بكل خداو في ديتاي تاع الصرف تاع الدور شنو هي البروجيكسيون التوقعات تاعنا المستقبليه خداو هنا نسب الاستهلاك تاع الاجور الشهريه نسب الاستهلاكات بصفه عامه نفقات وسائل المصارف ونفقات التسيير بصفه عامه شهريا دونك هنا في الفترة هذه متراوح من 1 ماي حتى 1 جانفي 2019 حتى شي 1 ماي 2018 هكا هي بالنسبة معناها هذه الميزانية. صحيح في الميزانية تاعنا حبينا عملنا سياسة تاع التشغيل تاعنا فقط نعرف اللي الوضعية تاع الميزانية دونك تاعنا الرسمية دونك عملنا ضغوط تاع الميزانية كبيرة برشا عندنا تحديات تاع الميزانية كبيرة برشا دونك عملنا برشا إجراءات تاع التقشف من بين الاجراءات تاع التقشف اللي عملناها عندنا فرزون في تصرف في دستور السيارات تاعنا خاطر عندنا مؤخرا عندنا جلسات استثماريه داخل الجمهوريه انا برشا نقول في ثلاث تحريات داخل الجمهوريه دونك ممكن ينعكس عليها دونك مصروف كبير تاع نفقات كبيره تاع اساس استهلاك العقود دونك عملنا اتفاقيه مع الشركه الفلوسيه للبترول مثلا في عجيب كانت تاع تصرف العقود هي ربحتنا برشا فلوس اللي ما يعادل معناها 30% من الميزانيه حتى بين 20 و 30% في استهلاك العقود من بين اليات تشييد نفقات اخرى اللي اعتمدناها في العقود وفي سبحان الله في صرف الميزانيه دونك هي